بسم الله تمارين تمام التمارين التاسعة وانا وبي تعمل الأمثلة العاتية وانا تسكو مثل وجدي وأدنت معلودي خرج الطلاب وذهب سل خرج الطلاب وذهبوا نزل قدم سيبي طلاب تقول نون الله طلاب فاعل فاعل رفع وانا خرج في رماد مبني على الطلاب فاعل وانا وذهبوا خرج الطلاب وذهبوا المود بين جلتي تبنجه وانا قرأ الطلاب وكتبوا المود بين جنجي تبنبندي أكل الناس وشربوا يمبي بين يامي تبنجي أنا يمي سلوكي دولتي جوني أوي كبين جملا وات جملاج مثل هذه هنا إيدو غوتل إيدو جملاج تجي تاو مستعملا على هوتوريهن الفعلين الواردين في كل تمرين فعلو جديد جلدي اكار تمرين ومستعينا على ولي نوري اقول دين جملة بالكلمات التي بين القوسين كونغو ديدي غرو جدا هكوني انتر بارنتيزو جدي وانا ادان جتو ادني متو فعلو جديد قراء اكتب اكل اشريب خرج اذهب وانا ديون فعلو جديد وادي فعلو وادي فاعل وانا جوني انن وادو هنا دوم دو ياو دخل الطلاب وجلسوا وانا دخل الطلاب الفصل وجلسوا دخل الطلاب الفصل وجلسوا فصلكم مفعول به وانا دخل فعل ماضي مبني على فتح وانا الطلاب فاعل الفصل مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتحه ظاهره على اخره وانا ايوه ضرب الأولاد وقتلوا الحية سكر بي دمبري أفامي جمبود ضرب الأولاد وقتلوا الحية ضرب الأولاد الحية وقتلوا ضرب الأولاد الحية وقتلوا ايوه قراءة الطلاب الدرس قراءة الطلاب الدرس وفهموا كما هو يقول هنا خرج الطلاب وذهبوا وانا ايوه قراءة الطلاب وكتبوا وهنا جونن اننا غان بيتا كو دكو قرا الطلاب الدرس صح وفهم وانا ياو سمع الناس وذهبوا سمع الناس ادر مفعول به سمع الناس الاذان وذهبوا الى المسجد سمع الناس الاذان وذهبوا إلى المسجد سمع الناس الأذان وذهبوا إلى المسجد وانا عاشر سمع الناس الأذان وذهبوا تعريف فهوني يقول سمع الناس أذان المسجد إذا سمع الناس الأذان المسجد سمع الناس الأذان المسجد سمع الناس أذان المسجد وذهبوا كون الأذان سمع الناس وأذان المسجد أذان المسجد سمع الناس الأذان وذهبوا إلى المسجد فهم والله ودخلوا إلى المسجد وين سال ذهبوا بين وذهبوا أدي كالبين جملا مستعملا الكلمات الآتية وانا قول له دوا كبي جملة جلو هوتوري كونغو دي غروجي غو عكالا بيانيامي غصالا قا
قرأ كتب ضرب قتل دخل خرج حفظ شرب فهم سلي ولا فهم سلي يدو كونغول تعمل ما يلي جون أدني هبارتو أنا أكلت أنا أكلت أكلت ما الذي أكلت التفاح التفاح أيوة أنا غسل نجبان جو متى يهور سرسة غسل الولد القميص القميص غسل الولد القميص نيجي قرأت قرأت فاطمة الدرس جميل كتب المعلم العنوان العنوان كتب المعلم العنوان العنوان ادرس العنوان تيتر الدرس العنوان فهم كتب المدرس العنوان هو ضرب المعلم الولد التلميذ ضرب المعلم التلميذ وانا هو قتل الاولاد قتل الاولاد الحيه قتل الاولاد الحيه ولا قتل الولد الحيه دخل المدرس في الفصل كان هوري في دخل المدرس الفصل وانا مفعول به دخل المدرس دخل في الماضي المدرس فاعل فصل وانا مفعول به دخل المدرس الفصل فهم ايوا خرج المدير من الفصل خرج المدير من الفصل حتى ولو لم يكن عادته ان يدخل فيها خرج المدير من المكتب ولا من الاداره فهم حفظ الطلاب حفظ الطلاب الدرس جميل اسم شرب النساء القهوة شرب النساء القهوة فهم الأولاد الأجوبة فهم الأولاد الأجوبة الأسكا بامي جابو موجي سمع الناس الأذان ورقوله مو بيمبيا يا وتعمل ما يلي من فتح الباب من فتح الباب هي ينمو من فتح الباب نسيب باب هو انا مفعول به زين من فتح الباب انا فتحته ونوك فتحته بليس هو دميرو وانا فتحته وانا من فتح النوافذ انا فتحتها فتحت ون ها ضمير النوافذ ون هو جمع مؤنث وانا النوافذ ها انا فتحت ها جوني درس غسي اوي الكلمات الجديده كومودي كيسي دي نانغودا دو الدرس الخامس تعمي دا نوري جانغودي الدفترن دي وعلى ان ريزن الموز بنان التين نب الفجر فجر هنا فجر سوره هنا حفظت سوره الفجر جواب جمع مودن كو عجبي باتون سؤال
jamu murun ko as'ilatun namde al baqalu ha baqal woni ala jisege jisege ko baqalatu al baqal woni bada heddo na neddo wiire wogga sawal be wogga do wiire ifsir ko baqala e ifsirie woni jeyo woni wogga fa jeyo woni baqal ala asa woni sawmi hajjatun woni boddu boddi jam'um ko hajjatun sami'a fahima shariba ido ko mud kes woni jangulado e darti Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin.